السلام عليكم الاخوان ونهاركم مبروك اخوتي، تحياتكم الاخوات داخل الوطن وخارج الوطن، تحيه كبيره خاصه مع دعم عثمان وضعرب الاخوان تبارك الله. كما كتشوفوا الاخوان اليوم راه عندنا السلع الاخوان تبارك الله، غادي نمشي للمتتبع ديالنا من سيدي بوعثمان، اللهم يسر امور، الله يدير الخير خوت. هذا هو رابع فياج، شرينا هذه السلع الاخوان، هذه راه كاينه 86 راس، كنا بغنكملوا شي 110 ولكن اخوت مع الظروف ومع الوقت الله يدير الشتاء ويدير الخير. هذا الشيء اللي كاين هو هذا الخوت تبارك الله. بالتصوير الاخوان راه 18 خوت شهر 9 2023، راه ديما الجديد ديما نقى الخوت، هذا الشيء اللي كاين هو هذا. وكنشكروا الناس اللي كيتابعونا وكيباردون معنا، تحيه خاصه، وكنشكروا الناس اللي كيكتبوا كومنتات زوينين، كنشكركم بزاف، وكنشكركم على التعاون ديالكم الاخوان. هذا الشيء اللي كاين هو هذا الخوت تبارك الله، كما كتشوفوا وهذا الشيء اللي عطى الله هو هذا الاخوان تبارك الله. ما عندي ما نقول، ما عندي لا اله الا الله، الله يدير الشتاء ويدير الخير. هذا الشيء اللي عطى الله هو الخوت تبارك الله، كاينه 86 راس الاخوان، والله يدير الخير، اللهم يسر، الله يسهل على الجميع، واللي يدير شي حاجه الله يسهل عليه، ولا اله الا الله، لا اله الا الله، الله يدير الشتاء ويدير الخير الخوت. هذا الشيء اللي عطى الله هو هذا الاخوان تبارك الله. وتولعوا معنا الاخوان تبارك الله، واي واحد الاخوان دخل عندنا وشاف هذا الخير، هذا الاخوان تبارك الله ديال الحوليه، غادي متبع ديالنا من سيدي بوعثمان، يدعم مع الخوت بدعوه ديال الخير، والله ييسر امور، والله يسهل على جميع الخوت تبارك الله. يا ربي ييسر امور، يا ربي يسهل على جميع الناس كاملين الخوت. تحياتي خاصه، تحيه ليكم الخوت داخل الوطن وخارج الوطن، والله يدير الشتاء ويدير الخير. هادشي اللي كاين هو الاخوان تبارك الله. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تبارك الله. تبارك الله الخوت، كاين 86 راس الاخوان تبارك الله، والسلعه زينه، السلعه نقيه الاخوت تبارك الله. وراي واحد الخوت كنبرعوا في المليح، شتو السلعه زينه، السلعه مجرده، سلعه نقيه، ديف ولا شي عيب ولا شي حاجه الخوت راه ما كاينش. هادشي اللي عطى الله والو. وكنشكر الناس اللي كتثق فينا وكتعاون معنا وكتبارطاج معنا الفيديوهات، تحيه خاصه، والناس اللي كيتفرجوا وكيشاهدونا واخا ما يكونش الشارع، كنقول الثمن الاخوان تبارك الله. هذا طايح عليه الاخوان، طايحه ب 29000، 29700 الاخوان تبارك الله، 29700 على الخوت 1485 درهم تبارك الله. الله يبارك، الله يدير الخير، الله ييسر امور جميع الناس تبارك الله. ونطلبوا الله تيسر الخوت، شي حاجه عينكم ما شي حاجه دميعه الخوت، الله ييسر امور تبارك الله. هذا الشيء اللي عطى الله هو هذا الاخوان تبارك الله. واي واحد يصلي ويسلم ويبارك على سيدنا محمد راه لا اله الا الله، اي واحد نبرعوه هكا نكملوا واحد 100 ولا 110، ولكن مع الوقت مع البروج ما تسوقناش، راكم عارفين اللي كان الخوت بلا ما نبقى نشرح بزاف. والله يطفي هذه الساعه ديال الغضب الاخوان تبارك الله، الله يطفي هذه الساعه ديال الغضب هذا، والله الله يدير الشتاء ويدير الخير. هذا الشيء اللي كاين هو هذا. واي واحد كيتفرج في عثمان ودعرب السردين الصارغيني الاخوان، راه اخوكم عثمان راه صريح الاخوان، راه صريح، واخا كتوقع ساعه الغضب لا اله الا الله، لا اله الا الله، وصافي الخوت. هذا الشيء اللي كاين هو هذا، معدي والله ما بقى لي ما نقول، فهمتي الخوت، والله يدير الشتاء ويدير الخير. طايح الخوت راه ب 29700 الخوت على 1485 درهم، والله يدير الشتاء ويدير الخير، الله يسهل على الجميع. هذا الشيء اللي كاين هو هذا الاخوان تبارك الله، السلعه راه مزرده، السلعه نقيه تبارك الله، ونطلبوا الله التيسير. وراه ديما الجديد تبارك الله، وراه كاين عندنا متتبع واحد اخر الاخوان تبارك الله، تا هو الله ييسر الامور، الله يسهل عليه. هذا الشيء اللي كاين هو ان شاء الله، هو غنوجد واحد 40 خروف، واحد الاخ تا هو من كرسيف، تا هو ان شاء الله باغي حوليات بحال اللي صيفط الاخ من كازا وباغي يحولي معاهم، تا هو غنوجدو ان شاء الله من الاربعاء تقريبا صالح، الله ييسر الامور تبارك الله. طلبوا الله التيسير، خليها خليها الدور، خليها تسرح، خليها تسرح بابا، لا خلي خلي الحولي، خلي خلي هو الاخر، خلي تسرح، خلي تسرح هذاك الحولي مولاه، باغي يذبحوا الاخوان تبارك الله، سمين لا في التقليبه لا في كل شيء، باغي يذبحوا مولاه تبارك الله، الله ييسر الامور. ورحنا على سبب وغتبقوا معنا الاخوان حتى غنوصلوا عند المتتبع ديالنا، فهمتي الخوت، ونحطوا له السلعه ديالو، والله ييسر الامور ان شاء الله، راه باقي خاصه السلعه، والله ييسر الامور ان شاء الله. حنا راه على سبب وكما الله، هادشي اللي كان هو هذا. واللي يبغى شي سلعه الاخوان، لا من الخروف لا من الخروف لا من الحوليه، راه مرحبا، بغيتي 10 20 بياسه راه نوجد لخويا، راه بحال خدام معك خوك. هادشي اللي عطى الله هو هذا. وكنشكروا الناس اللي كتثق فينا، الحمد لله وشكر لله، هذا راه من فضل الله. زور الحولي، بغيت زور الحولي، زور الحولي، زور الحولي تبارك الله. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وصلي على سيدنا محمد الاخوان تبارك الله. انا الخوت الحولي تبارك الله، معنى الكلمه الاخوان، هذا مولاه باغي يذبحوا الاخوان، الله اعلم صدقه ولا الله اعلم بينه وبين، فهمتي الخوت، بغي يذبحوا
ولكن راه منعاودوا هضره ما نعاودوا كلام. تبارك الله الله يسخر تبارك الله. هذا الاخوان قال لك مولاه ما تقولش لي الثمن، الله يسر الامور فهمتي، صدقه جاريه الله يسر الامور، الله يسر الامور، الله يسهل على جميع الخوت. ورسنا الحليب الخوت وراه مليح تبارك الله، الله يسر الامور. هيدا بدر سرقوا هيدا، اللهم بارك خليه يمشي تبارك الله. بحال في العود في يمات العيد الاخوان راه يدير 100 110، وحنا قلنا مولاه ما تقولوش الثمن، ما نقولوش الثمن، الله يسر الامور، الله يسهل على الجميع. وتحياتكم تحيه خاصه كبيره تبارك الله، اللهم يسر، الله يسهل على الجميع الخوت تبارك الله. تولعوا معنا ومرحبا بالخوت، مرحبا بالاخوان، هادشي اللي عطى الله هو هذا الخوت تبارك الله. راه على سباب وركما على الله الاخوان تبارك الله. دور وحده وحده سفيان، زيد دور وحده وحده خليها تدوز تبارك الله، اللهم بارك تبارك الله تبارك الله. مع هذا التولاع واللي بغانا الخوت راه مرحبا ومرحبا بالخوت، وكل واحد رزقه عند الله. هادشي اللي كان هو هذا، خليها تزيد، خليها تدور، خليها تدور، دور دور، خليها سفيان دور تبارك الله، خليها تجي وحده وحده تبارك الله. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وسلم، اللهم بارك وصلي وسلم على سيدنا محمد الاخوان تبارك الله. حولي يداوي على راس الخوت، ما عندي ما نقول، هادشي اللي عطى الله هذا الاخوان تبارك الله. انا كنبغي اي حاجه نشاركها مع خوتي وحبابي، هادشي اللي كان هو هذا، مولتو بحال العائله ديالنا، وهادشي اللي عطى الله هذا الخوت تبارك الله. ونسيروا الكميوتيج ديال الاخوان تبارك الله باش غنشرجا. كنديها بيد الاخوان راه سيدي بوعثمان قريب كاين شي 100 كيلومتر بحال ما هكاك، راه كنديها. الله يسر الامور، الله يسهل على الجميع الاخوان تبارك الله. راه على سباب والكمال على الله تبارك الله. ومرحبا بالاخوان ومرحبا بالخوت، ديما الجديد ديما نقى ديما سلعه جديده. الله يسر، الله يكمل بالخير، كاين 86 راس، يا ربي يبارك المولاه، الله يبارك المولاه، الله يسر لي تبارك الله. وحده وحده، قرص واحد، ساس واحد، سلعه وحده الاخوان تبارك الله. راه ديما الجديد ديما نقى ديما سلعه جديده، الله يسر الامور، الله يدير لي في الخير. وتحياتي لكم، ونسيروا الكميو تيجي، ونهاركم مبروك، وتحياتي لكم الخوت. بارك الخوت الله يدير خير، حنا كنشرجوا في السلعه المولاه، الله يسر الامور، الله يدير لي في الخير تبارك الله. وتحياتي لكم الخوت تحيه خاصه تبارك الله. وحنا راه على سبابكم على الله الاخوان تبارك الله. الشيء اللي عطى الله هو هذا الخوت، والله يدير الشوا ديال الخير، والله يسر امور جميع الناس تبارك الله، الله يدير الخير تبارك الله. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الاخوان تبارك الله. الشيء اللي عطى الله هو هذا الخوت تبارك الله. وغتسمعوا الاخوان تبارك الله، غنشارجيو السلعه ونكملوا لكم الفيديو، ما كاينش اللي يحبس معنا الاخوان تبارك الله. تبارك الله، سير اخو سمحان، سير سير، اللهم يسر، ديرو قدامك دير تبارك الله. يا ربي يبارك، يا ربي يسر مولاها، الله يسخر ليه، الله يسر الامور تبارك الله. وراه باغي معانا الاخوان تبارك الله، باغي يشري السلعه، الله يسر، الله يدير لك الخير تبارك الله. الشيء اللي كان هو هذا الخوت، وغادي نمشيو نشارجيو الجهه الاخرى الخوت. وسمحوا لنا بزاف بزاف الاخوان، ما كاينش اللي شارجي، نشارجي مع الدراري الخوت. ونهاركم مبروك وتحياتي لكم. الخوت السلعه راه شارجينا المولاه تبارك الله، الشيء اللي بقى الخوت تبارك الله وغنشارجيو. سير الساعي، سير شارجي اخو الساعي، شارجي، اللهم بارك الخوت، الله يدير الخير، الله يسر الامور تبارك الله. هذا بشحال ديتي با؟ شحال ديتي؟ قال لك مولاه قول الثمن لا، واش قال لك مولاه قول الثمن لا؟ ها بعبيد بن صدقه هذا. سبيل الله صافي، الله يسر ليه، الله يسر تبارك الله. مليح والله، ما نعاودوا الهضره تبارك الله، ها ما نعاودوا الهضره تبارك الله، تبارك الله، الله يسر مولاه، الله يسر مولاه تبارك الله. سير دي دي شرجي طلع جر تبارك الله، تبارك الله، اللهم يسر الامور، الله يدير خير. هذا الخوت راه غادي صدقه مولاه، الله يسر ليه الامور تبارك الله. ولكن راه المليح الخوت، حاولين ما نعاودوا هضره، ما نعاودوا كلام تبارك الله، الله يسر تبارك الله. الله يبارك، الله يدير الخير. وبقوا معنا الاخوان تنواصلوا هذا الاخ ديالنا، والله يسر الامور، والله يدير في الخير. وتحياتي لكم تحيه خاصه للخوت الحباب تبارك الله، يا ربي يسر، الله يكمل بالخير. شي اللي غيعينا الخوت فهمت الحوليت غيهربوا لينا، بقوا معنا الخوت، اللهم يسر قطع، الله يدير الخير. الاخوان داخل الوطن وخارج الوطن، تحيه كبيره خاصه مع عثمان والعرب الخوت. كما كتشوفوا الاخوان تبارك الله، حنا راه واقفين الخوت تنديروا المازوط الخوت، ونيسر الامور ان شاء الله، ان شاء الله بحول الله. نطلبوا الله يعطيك السلامه والتيسير من عند الله الخوت. نهاركم مبروك وتحياتي لكم، الله يسر الامور، والله يكمل على جميع المسلمين بالخير الخوت تبارك الله. هادشي اللي كاين هو هذا الاخوان تبارك الله. وتحيه خاصه لخوتنا وحبابنا داخل الوطن وخارج الوطن، الله يدير لي في الخير، يا ربي يسر الامور، الله يسر، الله يكمل بالخير. مبارك، الله يسر الامور، الله يدير لي في الخير. وتحياتي لخوت الحباب اينما كانوا داخل الوطن وخارج الوطن، الله يسر، الله يدير لي في الخير. تحياتي لكم الاخوان تبارك الله. وحنا كنضامنوا كنتعاونوا الخوت، هادشي اللي عطى الله هو هذا الخوت، مع عفوف مع الثمن المتواضع، والله يسر لي في الخير. ونهاركم مبروك وتحياتي الخوت
تحياتي لكم، اللهم يسر عمر، الله يدير لي في الخير، نهاركم مبروك الخوص، أعانكم الله.